هجوم على رغدة كوميجان وتعاونها مع نارين بيوتي، وصول غيث مروان إلى بلد أحلامه، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام مدير أعمال اليوتيوبر رغدة كوميجان بنشر ستوري مع نارين بيوتي، والواضح أن هناك تعاون سيجمعهما معا في الفترة القادمة. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ وأيضا تلقت رغدة كوميجان هجوم كبير من طرف المتابعين على الإنستغرام بسبب ريل قامت بنشره وهي ترقص في السيارة، ورغدة قامت بعدها بإقفال جميع التعليقات، وبعد دقائق حذفت الريل. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ نشرت اليوتيوبر نور ستارز مقطع على صفحتها بالإنستغرام ووضحت من خلاله عن تعاونها مع شركة ماك كوزميتيك، وأيضا خصصوا لها بوكس يحمل اسمها. بنات أنا اليوم كتير سعيدة أقدم لكم بوكس نور ستارز اكس ماك، ماك اكس نور ستارز على موقع نمشي. هذا البوكس متوفر هلأ على موقع نمشي، بيتضمن أكثر 5 منتجات أنا بعشقهم من ماك. داخل هالبوكس في حمرتي المفضلة، قلم تحديد الشفايف المفضل، مسكارتي المفضلة، والفيكس بلس اللي هو مستحيل تستغني عنه بحجم كامل. كل المنتجات بحجم كامل موجودين داخل هالبوكس هلأ على موقع نمشي. خلينا نحطهم سوا. أول شيء الفيكس بلس بيجنن قبل وبعد المكياج، رائع. والتاني منتج جوات البوكس هي مسكارة ان اكستريم ديمنشن، هاي المسكارة بتجنن، سواده بيقتل، وغير عن هيك فيكم تحطوا كذا طبقة والنتيجة روعة. كمان حطيت لكم احلى بلاشر بينش مي. حتى غيث مروان اعلن عن وصوله الى بلد احلامه وهي سويسرا. اترككم مع الاستوريات. اوكي ركزوا معي تمام. هاي باب الغرفة اول ما تفتح، هاي الحمام، هاي انا، هلو جايز، اوكي هاي الصالون تمام. هدي مع الموسيقى، اسمع. مبسوط مبسوط الف الف، ما حدا يحكي معي رايح. واو واو، لا تحكي معي بنوب، انت على الفصل اللي عملته بنوب، لا تطلع فيني ابدا. قلت لك لا تعرف مني، ما بدك صبر. واو.